مطعم إليت، وجنبه كمان في خروب أمال، كلنا أكيد شربنا من عنده. وكمان لما كنا بندخل سينما مترو، ما حدش ما دخلش سينما مترو. وهنا كمان في ده سانتا لوتشيا، المكان الراقي ده، هو الصبح بيبقى مطعم، بعد الظهر بيبقى بار. لكن مطعم إليت له طعم تاني ومذاق مختلف، لأنه من أشهر المطاعم اليونانية بإسكندرية. طبعا ده كان في الماضي. يعود تأسيس المطعم في عام 1953، طبعا زي ما احنا شايفين في شارع صفية زغلول، واستمد شهرته من صاحبته مدام كريستينا فيليب كوستانتينو،